أيها الأحباب، حديثي معكم في هذا اللقاء الطيب المبارك بعنوان حق الزمالة والجوار بالإسلام. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. أيها الأحباب، إن للزمالة حقوق وإن للجوار حقوق، وهذه الزمالة بينها لنا هذه الحقوق بينها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حقوق الزمالة في الإسلام إخوة الإيمان والإسلام، أولها الحب في الله والبغض لله. أيها المسلم الكريم، الواحد منا لزاما عليه أن يصاحب إذا ما صاحب إنسانا يصاحبه لوجه الله تبارك وتعالى، ليس لمأوى دنيوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الهدف من الصلاة والهدف من الزمالة هي رضا الله تبارك وتعالى. فأول هذه الحقوق الحب في الله والبغض في الله. إخوة الإيمان والإسلام، ثاني هذه الحقوق التي بينها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ينبغي على كل مسلم أن يعمل بها، التناصح لله. التناصح لله إخوة الإيمان والإسلام، فلزاما على كل صاحب أن ينصح أخاه لوجه الله تبارك وتعالى، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمته ولعامة المسلمين وخاصة. جاء رجل فقال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على أن أقيم الصلاة وأؤدي الزكاة، والنصيحة لكل مسلم. فيا أيها المسلم الكريم، تلك حقوق بينها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: التناصح لله والحب لله وأن أدفع على أرضه وقت قيامه. وهذا من حقك على صاحبك وعلى جميلك أيها المسلم الكريم أن تدفع عن عرضه ولا تغتابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. نهانا أن يغتاب المسلم أو أن يذكره بغيبة أو نميمة، وليست هذه من كمال الصحبة أو الزمالة. إخوة الإيمان والإسلام، تصاحبه، تماشيه، تجاوره، ولكن خلف ظهره تقول عليه القال والقال قيل والقال. حيث هذه ليست من صفات المسلمين وليست من صفات الصاحب المؤمن التقي. إخوة الإيمان والإسلام، تلك نصائح علمنا إياها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تدب عن عرض أخيك عند غيابه ولا تتكلم في عرضه. إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يبقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يبقي لها بالا يهوي بها في جهنم. إخوة الإيمان والإسلام، لزاد حقوق الصاحب أو الزميل على زميله إخوة الإيمان والإسلام، لزاما عليه أن يدور وأن يقف بجواره وقت المحن في الفرح وفي السرور وفي الحزن إخوة الإيمان والإسلام وفي المرض، وهذا له أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان والإسلام، لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إخوة الإيمان والإسلام، لكتاب عليك أن تقف بجوار صاحبك عند النوازل عند المصائب، وهذا
الكريم. هذا هو هدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، او كما قال: التائب من الذنب كما لا ذنب له، والتائب من الذنب حبيب الرحمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا إلى الخير محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحباب، إن من حقوق الجوار التي بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجرم والصاحب بالجنب وابن السبيل. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله سبحانه وتعالى خيرهم لجاره. فالجار ايها المسلم الكريم له حقوق، هذه الحقوق بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره، فليحسن الى جاره. ومن كمال الايمان ان تحسن اليه وان تعامله معامله حسنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصل معامله الجار الحسنه كانه هو الذي سيم الاسم. قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيم الرتب. ايها المسلم الكريم، من حقوقك على الجار ان تقف بجواره عند المنازل، عند النوازل، ان تقف بجواره عند البحر، ان تقف بجواره عند الشدائد. ها هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا تؤذي جاره باي لون من الوان الايذاء. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره. اخوه الايمان والاسلام، واعلم ان الجيران التي بينها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حقوق، من الجار من له حق واحد، ومن الجار من له حقان، ومن الجوار من له ثلاثة حقوق. الجار الذي له حق واحد هو الجار الكافر أو المشرك، له حق الجوار. أو الجار الذي له حقان هو الجار المسلم، له حق الجوار وحق الإسلام. أما الجار الذي له ثلاثة حقوق كما بينها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجار المسلم القريب الذي له حق الجوار وحق القراءة وحق الإسلام. أيها المسلم الكريم، ما أعوجنا في هذه الآونة أن نحسن إلى جيراننا وأن نعاملهم معاملة حسنة، لأنها من كمال الإيمان. جاء رجل
هذا ان احسن الى جيراننا، فما كان من هذا اليهودي الا ان تاب وحسنت توبته. اخوه الايمان والاسلام، ان لله حقوق عليك لزاما عليك ان تعلمها وان تعيها كما كان سيدنا رسول الله. فقد كان صحابه رسول الله رضوان الله عليهم وارضاهم يحسنون الى جيرانهم حتى الأحياء منهم والأموال. إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلم بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أذلنا في أقوالنا، اللهم احفظ نصرنا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم أدم عليها الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم من أراد بمصرنا سوءا فاجعل بينه في نحره يا رب العالمين. اللهم وسع على اهل القبور قبورهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم الحقنا بهم غير فاتنين ولا مفتونين، اللهم ثبتهم عند السؤال، اللهم ثبتهم عند السؤال، اللهم اجعل قبورهم على امتداد بصرهم، امين امين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.